السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية ما تنسوش حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة الجديدة قناة صوت الملعب. هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. النادي الأهلي يعني كلام كتير انتشر النهاردة على ان النادي الاهلي حصل على توقيع لاول صفقة لي من صفقات يناير انتقالات الشتوية المقبلة. النادي الاهلي زي ما انتم عارفين كان فيه كلام مؤخرا عن ان فايلر بيطالب ادارة النادي الاهلي بالتعاقد مع مدافع نظرا للاصابات المتكررة في خط دفاع النادي الاهلي سواء رامي ربيعة او سعد سمير لحد من مباراة صن داونز لحد الان مرجعش المباريات او مؤخرا رامي ربيعة محمود متولي الوافد الجديد للنادي الاهلي. في ازمه في خط دفاع النادي الاهلي من الاصابات المتكرره يعني. كان كلام انتشر كتير حوالين عوده احمد حجازي لكن انا صعب احمد حجازي يرجع، لكن النهارده الكلام انتشر زي ما بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي عقد او حصل على توقيع اسامه جلال مدافع نادي انبي بشكل رسمي وهيتم الاعلان عن الصفقه خلال الفترات او الفتره المقبله. وكلنا عارفين ان اللاعب من ضمن الاعمده الاساسيه او يعتبر من افضل المدافعين في مسابقه الدوري ويعتبر من اعمده اساسيه مع شوقي غريب في منتخب الاولمبي، وهنشوف امكانياته. اللي ما ياخدش باله منه يتابع امكانياته مع الكابتن شوقي غريب في بطوله الامم افريقيا للناشئين تحت 23 سنه اللي هتكون في مصر، هتقام يوم من 8 ل 22 في مصر مؤهله لاولمبيات طوكيو 2021. ده بخصوص صفقة أسامة جلال مدافع جديد النادي الأهلي. اللي حصل امبارح في مباراة كرة السلة ما بين النادي الأهلي والزمالك وخناقة الشوارع بعد هزيمة نادي الزمالك 92-80 من النادي الأهلي وبعد المهارة الرائعة من إيهاب أمين ومحاولة الزمالك إنه ينسحب ثلاث مرات، الخطيب بيطلب تفريغ كاميرات أحداث مباراة القمة علشان يتم ارسالها لاتحاد كرة السلة واتخاذ الاجراءات ضد لاعبي نادي الزمالك واداريين نادي الزمالك. طالب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي من مجلس الاداره تفريغ فيديوهات الاشتباك اللي حدث في مباراه الفريق امام نادي الزمالك في كاس مصر في دور ال 16، وامر الكابتن محمود الخطيب اعضاء المجلس بتسليم الفيديوهات الى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي وبدوري يرسلها الى اتحاد السله لتوقيع عقوبات على لاعبي الزمالك ومدربه والاداريين اللي تسببوا في الفضيحه اللي حصلت امبارح على في صاله النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل. شفنا مناظر مسيئه جدا لا تمت للرياضه بصله، وده اخلاق الناس اللي ما تعرفش يعني ايه روح رياضيه. فالكابتن محمود الخطيب طبعا بيواصل مسيرته في الدفاع عن النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي. ضمن الاخبار برضو كنت اتكلمت مع حضراتكم امبارح في فيديو على قناه صوت الملعب عن يعني يعتبر او يعني تقريبا اول واحد اتكلم على اليوتيوب تقريبا بخصوص الموضوع ده، موضوع انهاء التعاقد مع الشركه الفرنسيه لجاردير من قبل الاتحاد الافريقي الكاف. كان في ازمات كتير حوالين القصه دي مؤخرا وشبهه فساد. العقد بمليار دولار بيمتد لسنه 2028، قيمه ضئيله جدا جدا، وفي ناس كتير اشتكت من القيمه وقالوا كان في عروض افضل لكن الكاف اختار شركه لجاردير. لكن الاتحاد الافريقي النهارده قرر انهاء التعاقد الخاص بحقوق التسويق والبث مع شركه لجاردير، وكان العقد زي ما قلت لحضراتكم بقيمه مليار دولار ممتد ل 2018 مقابل تسويق وبيع حقوق البث الخاصه بمسابقات الاتحاد الافريقي لكره القدم. وكشفت وكاله الانباء الفرنسيه النهارده ان شركه لجاردير هي اللي اعلنت عن فسخ التعاقد المبرم مع الاتحاد الافريقي من جانب الكاف بشكل منفرد، ولجاردير بتعترض على قرار الكاف وبتطالبه بالالتزام بالتعاقد. واعترضت شركه لجاردير على قرار الاتحاد الافريقي بفسخ التعاقد المبرم بينهما من جانب واحد، واعتبرت شركه لجاردير ما حدث امر غير قانوني لان فسخ التعاقد يتوجب ان يكون باتفاق الطرفين وليس من احدهما كما فعل الكاف. وأصدرت مجموعة لجاردير بيانا أكدت فيه أن ما حدث من الاتحاد الإفريقي يعد مسيئا ولا أساس له قانونا ولا يحق للكاف فسخ التعاقد زي ما قلت حضراتكم من طرف واحد
وقالت مجموعة الجرير الخاصة بتسويق حقوق البث أن هناك تحقيقا جاريا في الوقت الحالي في لجنة كوميسا، وهي المجموعة الخاصة بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب قارة أفريقيا. وأكدت لجاردير أن كوميسا لم تعلن قرارها بعد بشأن التحقيقات الجارية الخاصة بالعقد المبرم بين كاف ولجاردير، ولم تغلق شركة تسويق حقوق البث لجاردير باب التفاوض مع الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل وسط، حيث طلبت من الكاف الوفاء بالتزاماته وتعاقداته مع التوصل إلى التسوية. يعني نقعد ونتكلم ونتفاوض، طب قيمة العقد قليلة، طب احنا ممكن نزود. قال لك لجاردير، يعني كلنا عارفين ان جاردير هي بتتولى تسويق كافة البطولات التابعة للاتحاد الافريقي زي كأس الأمم الأفريقية وكأس أمم اللاعبين الأفريقية المحليين وبطولات الأندية زي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى بطولات الشباب والناشئين، مع واخدة كل حاجة حصري خاصة بأفريقيا. يعني ده النهاردة العقد اتفسخ، هل هيتم بقى التعاقد مع شركة انتبه؟ وهل هنشوف البطولات دي ازاي بقى؟ يعني دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه، مين القناه اللي هتبث الموضوع؟ عارفين ان ليجاردير يعني جانب القطري ناصر الخليفي ليه حصه فيها، وعارفين ان بين سبورت قناه قطريه واخده من ليجاردير، فكده التعاقد اتفسخ ما بين ليجاردير والكاف. هنشوف الدنيا هتروح فين خلال الفتره المقبله. كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويتم شفاه على خير ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب هيسافر لفرنسا يوم السبت المقبل لاستكمال علاجه بعد ما خضع مؤخرا لعملية حقن بالفقرات والجذور العصبية بالظهر لتخفيف آلام اللي بتطرده باستمرار. يعني وبنشوف شكل كابتن محمود الخطيب بيمشي متحامل على نفسه يعني. وقال لك الطبيب المعالج كان قال قبل كده الكابتن محمود الخطيب خضع لثلاث عمليات في المخ والرقبة والظهر، وان اتجاه الطب القادم حاليا يصب في اتباع احدى الطرق العاليه التحفظيه العلاجيه التحفظيه لتجنب اجراء التدخل الجراحي. يعني ممكن يخضع لعمليه حقن اي عمليه تانيه، لكن بيحاولوا يتفادوا ان يبقى في جراحه للمره الرابعه. بالنسبه للكابتن محمود الخطيب ربنا يتم شفاعه على خير يا رب العالمين. وبرضه في جانب اخر من قيمه زي الكابتن محمود الخطيب بيكلم اداره النادي الاهلي علشان يصرفوا او يقوموا بصرف مستحقات مؤمن زكريا لاعب الفريق، زي ما حصل وتم صرف مستحقات مجموعه كبيره من لاعبي النادي الاهلي قبل سفر البعثه الى الامارات اللي رجعوا النهارده. قال لك لاعب الفريق اسوه، يعني بيصرف المؤمن زكريا اسوه ما تم صرفه لكل اللاعبين قبل سفرهم الامارات. وكان الكابتن محمود الخطيب شدد على تصحيح خطأ عدم صرف مستحقات اللاعب اللي بيعاني من ظروف مرضية، وطالب بسرعة الاتصال به وتسليمه مستحقاته. من جانب آخر برضو طالب الكابتن محمود الخطيب بتمديد عقد اللاعب محمد محمود بعد تعرضه لإصابة رباط الصليبي للمرة الثانية. قال لك تجديد عقده أو تمديد عقده لمدة موسمين، وبرضو هيعدلوا الراتب الخاص به بعد إصابته بالصليبي. قال لك كنوع من أنواع الدعم نفسيا وماديا للاعب خلال فترة الإصابة علشان رفع من معنوياته لتخطي الإصابة الحالية والعودة في أسرع وقت ممكن. يتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب ولمحمد محمود والمؤمن زكريا وكل اللاعبين المصابين. برضو من النكت بتاعت النهاردة نكتة يعني غريبة، يعني رئيس نادي الزمالك اللي مختفي بقاله فترة ظهر النهاردة بعد ما ظهرش، يعني الأخبار تم تداول الأخبار عنه انه بعد مباراة الاهلي والزمالك بالامس والكوبري اللي عمله لاعب النادي الاهلي في مصطفى مشعل واللي تعب لاعب نادي الزمالك وتسبب في خناقه وكده، مع انها لعبه عاديه يعني لعبه. هل قانون الاتحاد السله بيقول ان مفيش كباري في المباراه؟ لعبه طبيعيه ولعبه مهاريه ومفيش اي مشكله فيها يعني. لكن بيقول لك رئيس النادي الزمالك بيشتكي اللاعب ايهاب امين لاعب سله النادي الاهلي لوزير الشباب والرياضه. طب والسبب ايه يا عم؟ قال لك بسبب الكوبري اللي استفز وعمل الازمه هو اللي عمل المشكله طب ما انت يا عم مرتضى فرقتك كانت كسبانه الاهلي قبل كده والراجل المحترف بتاعك قاعد يلعب ضغط في قلب المباراه والمباراه شغاله، ما حصلش ليه السلوك ده من النادي الاهلي؟ قال لك قدم رئيس نادي الزمالك شكوى لوزير الشباب والرياضه بشان ازمه. كلنا عارفين وزير الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي. قدم رئيس نادي الزمالك شكوى لوزير الشباب والرياضه بشان ازمه ايهاب امين لاعب النادي الاهلي للسله بعد استفزازه للاعب الزمالك، استفل الاستفزاز. واكد مصدر مكرم من رئيس الزمالك ان الاخير اجرى اتصال بوزير الرياضه
يشكو فيه لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، لما بدر منه خلال المباراة؟ طب إيه اللي بدر منه؟ شتم حد؟ بسق على حد؟ عمل حركة لا أخلاقية؟ عمل حركة إباحية؟ عمل إيه يعني اللاعب يعني؟ لما بدر منه خلال المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر؟ وقال إن رئيس نادي الزمالك طلب بتوقيع عقوبة، كمان مش أي عقوبة، عقوبة مغلظة على اللاعب نظرا تسببه في أزمة كبيرة بين لاعبين، يعني قلة الأدب اللي احنا شفناها دي كلها، ويقول لك اللاعب تسبب في أزمة. طب ما تحاسب لعيبتك، قول للعيبة خليكم لعيبة محترمين. أزمة كبيرة بين اللاعبين القطبيين وجهازهم الفني عقب المباراة تحولت إلى خناقة شوارع شاهدها الجميع على حد تعبيره. وقال رئيس نادي الزمالك لم يعاقب لاعبي الأبيض، أو لم يعفي رئيس الزمالك، لم يعفي لاعبي نادي الزمالك من المسؤولية، حيث أكد أنهم انساقوا وراء الاستفزازات، انساقوا وراء. يا عم أنت ما تحاسب فرقتك في اتحاد كرة للسلة، في مراقب للمباراة، في تقرير، في فيديوهات هتروح، شوف الدنيا رايحة فين. ولازم يتوقع يتم توقيع عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك وعلى مدرب الزمالك وعلى إداري الزمالك بسبب الأحداث دي، لأن دي مفيش روح رياضية يعني. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.